بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهي العليا نرحب بكم في عدد جديد ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اليوم لعبتنا هي لعبة حسابية، تقول راه عندكم مجموعة أعواد، راه كل واحد من هذا القطاع يمثل عودا. العملية تقول 9 ناقص 5 يساوي 8. هي في الحقيقة 9 ناقص 5 شحال يساوي؟ 4. هنا المعادلة ما هي صحيحة، بتحريك عود واحد فقط، عود واحد تصبح العملية صحيحة. تفضلوا. نقدر نحيه. تنحيه كيما حبيت دير. حركوا بدلوا مكان. قلنا عود واحد ماشي ماشي كل الأعواد. لطفي تقدر تنحي العود هذا، تقدر تبدل تغيروا له مكان كيما تحبوا. كيفاش نديروا؟ 9 ناقص 6 8 ناقص 3 عندك ماشي 3 تولي 6 9 ناقص 6 3 تساوي 3 عليك استاذ. 3 زائد 5 3 زائد واش درتي؟ 3 زائد 5 هادي صحيح صحيح 3 خليني نشوف واش دارت سارة. شوفوا واش دارت سارة. في 9 نحينا عود من الأعواد شحال يولي؟ 3 كي نحطوه هنا 3 زائد 5 يساوي 8. شت ليليتي هذا بين نعم. شوفوا معايا الآن، راح نعطيكم اللعبة هذه نخلوها جانبا، راح نعطيكم لغز الآن. لغز وإذا لقيتوه نزيد لكم لغز ثاني، إذا ما لقيتوش زيد لنا لغز ما نزيد لكم. كاين زوج خاوة، زوج خاوة، تبعوا معايا الله يجازيكم. زوج خاوة، واحد واسمه أحمد والثاني واسمه مصطفى. أحمد ومصطفى. أحمد عمره 10 سنوات، 10 سنوات. مصطفى عمره 5 سنوات. أحمد شحال في عمره؟ 10. مصطفى شحال في عمره؟ 5. صح. لو يتضاعف عمر أحمد 10 مرات كم سيصبح عمر مصطفى؟ 50. فكر فيها نقول لك غلط. 10 مرات. لو راك غلط. لو يتضاعف 500. علاش غير ترمي برقايه فكروا شكون يتضاعف؟ لو يتضاعف عمر احمد 10 مرات معناه احمد شحال يولي في عمره؟ 100 سنة. 95. وعلاش؟ باسكو بيناتهم 5 سنين. صح. لو يتضاعف عمر بلا خل اقدر انا ما نمشي صحيت. لو يتضاعف عمر احمد 10 مرات شحال يولي في عمره؟ 100. ومصطفى شحال يولي في عمره؟ 95. علاش في البدايه تقولوا لي 50؟ لانه هو فارق، هو فارق السن، هو فارق السن بيناتهم شحال؟ 5 سنوات. هذاك اذا كان تضاعف 10 مرات يولي 100 سنة. بصح مباشره راني عارف دائما الحل تروح انت تضاعف العمر تاع مصطفى 10 مرات وتحسب 50 سنة، هو بيناتهم 5 سنوات يولي 95. انا جبت وسط يولي 95 سنة. خلاص يا خويا سهلة بالينك. انا واش بيك؟ نزيد لكم اللغز اخر. صح. بعدا نزيد الثاني. لو يتلاقاو 6 اصدقاء كيما انتوما هكذا. الله يبارك. 6 ويتصافحوا، في 6 يتصافحوا. بون لازم يكونوا 6 ولاد ولا 6 بنات. باش 6 ولاد ولا 6 بنات يتصافحوا. شحال من مصافحات تم بيناتهم كاع يتصافحوا؟ شحال عاد اعطوني عدد المصافحات اللي تم؟ 36. علاش راكم تحسبوا 36؟ 6. وعلاش اعطيني علاش 35 لطفي؟ 6 في 6 بصح هذاك اللي 5 نقصوه. نقول لك حاجة. 3. نقول لك حاجة. 16. والله ما لقيتها. هيا قول لي. 36. راكم 6. لا واحد صح. راكم 6 تتصافحوا كاع، تتصافحوا مع بعضكم بعض. شحال من مصافحه تكون؟ وعلاش 12؟ 12. انا واحد وزوج
تزو واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة في اثنين هاي سارة لقاتها عدد المصافحات اللي تكون هي 15 لأن شوف نديروا عملية بسيطة هو على شحال راح يسلم تبعني واحد هو راح يسلم على خمسة الأول راح يسلم على خمسة خمسة في ثلاثة لطفي يعود يسلم عليه خلاص إذا لطفي على شحال يسلم على أربعة خمسة زايد أربعة شحال تسعة أكرم على شحال راح يسلم ثلاثة على ثلاثة هادو خلاص سلموا عليه فتولي ثلاثة زائد تسعة 12 لامس على شحال راح تسلم على اثنين صافي تولي 14 وأنا معاك شحال يسلم إيهاب واحدة. على واحد انت ما تحتاجي تسلم على حتى واحد لانه سلموا عليه كامل توليو 15 المصافحه اما ما نزيد حتى الوقت اما الان فسنذهب الى موضوع حلقه اليوم اليوم جبتهم قاعد ما شاء الله اي في نهارها اما الان استسمحكم وسنذهب الى موضوع حلقتنا اليوم وسنعرفه بعد لحظات كما توعدنا موضوعنا اليوم سيكون الثقة بالنفس للمرة الثانية وهذا لأهمية الحديث عن الثقة بالنفس في حياة المراهق في الحلقة الماضية تحدثنا على شيء مهم جدا تحدثنا على أشياء كثيرة مهمة من بينها قلنا الثقة بالنفس فيها ثلاث مكونات أننا نؤمن بقدراتنا نعرفها نعتمد على قدراتنا ونضعها في حيز التطبيق والتنفيذ لأن ثقة بنفس ثقة بنفس دون فعل لا تساوي شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكرنا في الحديث في المرة الفارطة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف والمؤمن القوي هو الذي يضع قدراته في حيز التطبيق والتنفيذ يجي واحد يقول لي أنا عندي ثقة بالنفس نقول له مثلا تحدث أمام الناس يقول لك انا عندي ثقه بالنفس صح ما نقدرش نهضر قدام الناس انا نقول صحيت هذه راهي شبه ثقه ماشي ثقه لان الثقه بالنفس تخلي الانسان يستطيع ان يتحدث امام الناس يستطيع ان يقول رايه يستطيع ان يتعايش بلي هو كي يصدم يوليش في زور خاص رحمي يوليش ماشي كي ماشي كي يصدم ماشي كي يصدم كي يبدا كي يبدا ما عندوش ما يقدرش يخمم كان رحت دير كان درت ما درت كم ما انت يدخل عنده ثقه في نفسه بلي حينجح في هذاك الشيء اسمح لي ايهاب نخالفك في الراي لانه واحد يدخل بلا ما يدخل هكذا ما يوليش اون كان كاين خطر هكذا يعاود يرجع روحه تولي تهور ما تعودش يعني ثقه بالنفس تعود ثقه بالنفس هذه زائده تولي تهور هذا التهور يولدنا يعني خطر على روحنا احنا سيرتو احنا مراهقين يعني هذا التهور يعني احنا يبان لنا يعني كانه ثقه بالنفس زائده تكبر تولي غرور هذا هو صح يبقى يبدو لي واش قال إيهاب هو انه بعد ما نخطط بعد ما نعرف واش راح ندير كي ننطلق ما بقاش نبقى نبقى نعطيك مثال ندخل قاعه الامتحان انا قاعد شد سؤال الاول وعندي اجابه بصح كي خلاص على بالاجابه ماشي نقعد نقول اسنا لا بالك اسنا لا مش هذه مش انني نهضر من لها هذه اللي قلت لك جوال نكون مهيئ نفسي موجد مستعد ومن بعد كي ندخل ما بقاش تردد الثقة بالنفس من بين تعريفاتها المشهورة وقطعتك الكلمة الثقة بالنفس هذه باش ديروها في بالكم الثقة بالنفس بعد ما توجد روحك بعد ما تؤمن بقدراتك بعد ما تعتمد على نفسك واسمها الحركة دون تردد تفوت للحركة خلاص تفوت للفعل دون تردد ولا يعني أنك إذا فت للحركة أنك راك راح تجيب هذه النتيجة 100% تبقى المحاولة الإنسان يزيد يحاول إذا كان ما جابش يزيد يحاول حتى يوصل بإذن الله تبارك وتعالى وين كنا؟ عند لامس لامس تفضل يعني أنا وافقت إيهاب في الرأي نظن باللي أكرم يعني ما فهمش يعني القصد تاعو إيهاب أنا على حسب ما فهمت واش كان قاصد باللي كي تصدم بكلمة تصدم ما تخلي أي حاجة تغير لك المبدأ تاعك لختي لا جات حاجه وغيرت لك مثلا مثلا انك قاعد الامتحان راك مراجع واجد يجي زميلك في القسم يقول لك
انت راجع ولا قاعد يقول لك خايف احنا اللي خايف ما خادمين هذا الشيء يخليك تغير المبدا يقول يخليك تنسى وكانك ما راجعتش تهتز يجي لك انا نعيط له شيطان مصور يجي لك هكذا سخيخ اللحظه انت قرا ولا ما تقراش تا كيف كيف تا وجيك تا قرايا روح ادخل جيب جيب بزاف يجيبها لك هكذا استاذ جيب بزاف هنايا هنا هذا هذا النقد هذا النقد يخلي الثقه بالنفس تهتز يعني صوره الانسان الداخلي تهتز وممكن جدا هذا يشغل ينوض صوت داخلي هو لما تهتز يخرج الصوت الداخلي السلبي وتخرج التجارب السلبيه والانسان هذا راه معقد يعني حاجه كبيره ماشي التعقيد تاع الانسان راه حاجه كبيره فتخرج الرسائل السلبيه تخرج المشاعر السلبيه ومن بعد الانسان يعشي ما يقدرش يحط قدراته في حيز التطبيق والتنفيذ. السؤال اللي حبيت نطرحه كاين واحد الحاجه اللي هي قاتله تقتل الثقه بالنفس، يعني انت تكون تخدم في الثقه بالنفس توجد تدرب على الثقه بالنفس راح نقول بعض الاشياء كيفاش الانسان يدرب على الثقه بالنفس. ومن بعد كاين امر يقتل الثقه بالنفس، يخلي الصوره تهتز داخليا. واش يقدر يكون هذا؟ تشكيك في القدرات تردد و يرسل رسائل سلبيه لهذيك النفس الصغيره هذيك نعم هضرنا عليها نعم. الحلقه السابقه الصوت الداخلي السلبي الصوت الداخلي السلبي مقارنه بالاشخاص تاعني صحيح هذه هي كبيره هذا قاتل المقارنه بالاخرين قاتل شوف معايا الله يجازيكم هنا باش نديروا حل لهذه القضيه لانني عارف بلي كثير من المراهقين أو يقارنوا انفسهم بواحد اخرين مثلا مراهق يشوف مراهق واحد اخر يهضر مليح الانجليزيه هو مازال ما تعلمش الانجليزيه مثلا ايه حق الروح واش يعطيك الصحه يبدا يقارن نفسه ويعني واحيانا المقارنه تكون غير عادله هذاك اللي تعلم الانجليزيه راح درس الانجليزيه وتكون فيها بالك دار عام ولا عامين ويقرا فيها وتعلم لو كان انا ندير كما هو نحن نتعلم نفس الشيء لان عمليه هو يعرف يهضر وانا ما نعرفش انا ما نعرفش صح بينه ومشي تعلم الانجليزيه وكان كومباري روحه ما يقدرش يطلع يقعد في هذاك الحيز تاعه بالضبط راه يحتقر نفسه ويحتقر ذاته ومن هذا استاذ حنا لازم نعتقدوا حاجه كمراهقين لازم هذه كنديروها على بالنا قاعد ترجع لنا ثقه بالنفس لازم تامن انت بذاتك بلي انت فريد من نوعك ما كاش واحد اخر كيما انت بالضبط ما لا فوتوكوبي لا والو بالك يشبه لك برك في الفيزاج بالضبط بصح القدرات تاعك خارقه لواحد لازمنا نديروا حاجه في بالنا بان اليوم في العالم كاين تقريبا 7 ملايير نسمه 7 ملايير يستحيل انك تلقى زوج كيف كيف مستحيل يستحيل منذ ان خلق الله ادم حتى اخر انسان في الدنيا هذه يستحيل باش يكونوا زوج كيف كيف مستحيل فهنا من هذا المنطلق دير في بالك باللي انت كما قال ايهاب انت فريد من نوعك كل واحد مميز بحاجه بالضبط كل واحد مميز بحاجه لازمك تعرف الحاجه اللي تميزك على الاخرين هذا ما كان والغلطه تاع الوالدين استاذ يكومباريو بزاف ولادهم يقول لك علاش انت هكا يقول شوف هذا بزاف هذه الغلطه شوف خوك شوف اختك شوف شوف وليد فلانه استاذ انا والله مرات كيقولوا لي هكذا ونقول لهم ايه هو وانا ماشي كيف كيف انا وحدي هكذا انا وحدي استاذ نزيد برك على واش قال المقبل ايهاب يعني هو كل شخص فريد من نوعه يعني حتى هذه انها في علم الشخصيه وفي حتى انه الانسان يعني كل شخصيه انفراديه شخصيه يعني اجتماعيه حتى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني كي كان يبعث الصحابة يعني علي بن أبي طالب كان رضي الله عنه يعني كان عنده شخصية انفرادية وكان كاين واحد الصحابي والله نسيت اسمه كان عنده شخصية يعني اجتماعية كانت كاينه حدث يعني امرأة سرقت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تاخذها القريش كاينه غزوه حتقوم ما بين المسلمين والكفار فتح مكة الا انه علي بن ابي طالب قالها دوك نقتلك وندي الرساله اما الصحابي قالها دوك حتى يعني تمدينا الرساله باش نروحوا ما خليكش تروحي يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بعت الاختلاف في النمط تاع الشخصيه نعم كون الرسول صلى الله عليه وسلم بعت علي بن ابي طالب كون بعته يعني وحده كون قتل المراه وجاب الرساله وكون يعني بعت صحابي الاخر وحده ممكن الرساله ما تجيش الرساله ما تجيش ويلحقوا عليه هذا هو هذا 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 نمط الاختلاف في نمط الشخصيات نعم.
لانه في احنا كبشر، احنا كبشر ما كانش زوج يقدروا يكونوا كيف كيف في نفس الخبره. يستحيل حتى التوام يكونوا، يستحيل حتى التوام الحقيقي يعني لي فري جومو يستحيل، او لي فري جومال يستحيل باش يكونوا كيف كيف، لانه الخبره تاع الانسان، الانسان باختصار شديد انا نقول لكم شنو هو، الانسان يستقبل من العالم الخارجي عن طريق حواسه كل شيء، اي حاجه اي حاجه في الدنيا هذه انت تستقبلها عن طريق حواسك الخمس او الست. هذيك الحاجه اللي انت تستقبلها تدخل داخلك في حاجه اسمها الجمله العصبيه ويوقع فيها تحويلات دي ترانسفورماسيون، مستحيل ما تحولهاش. كي تحولها تخرج خبرتك، تخرج خبرتك. فخبرتي وخبرة أي إنسان يستحيل أن تكون نفس الخبرة، مستحيل. ولهذا باش نحيو هذا الداء القاتل ليقتل الثقة بالنفس، ابتداء من الآن ما نزيدوش نقارنوا نفوسنا بواحد أخرين، وما نقبلوش باش واحد أخر يقارننا بواحد أخرين. أستاذ من هذا الباب مستحيل. أنا نقدر نقول لك حاجة، الثقة بالنفس أنا نشوفها تزيد واحد كيقوي المعتقد تاعو، كيكون عنده قوة المعتقد. صحيح. انا سمعت حكاية يعني منك انت حكيتها. ايه خطرة قلت لك كان واحد حضر عندك دورات وكامل طبيب، مرات على مرات يطلع الجبل النائي هذا وكيدير يداوي الناس اللي ما يوصلوا لهمش دواء وكامل. خطرة طلع الجبل نسيت وين، في قرية من القرى. ايه طلع جات ليه واحد العجوزة دارها هكذا فحصها وكامل عارف المرض تاعها، قال دوك انا نعطي لها ما نعطي لهاش شغل ما عندي ما مدوى ما مدوى ما كاش، كتب لها اوردونس قال بالك يجيها كاش خير من عند ربي يشيلها دواء ولا راه خلاص جازو يا ما شهر كامل كي ولا ولات لها جوزها الله يعطيك الصحه واني برك. قال لك ها الحجه كيف جبتي دواء كامل؟ قالت له شوف يا وليدي انت عطيتني دواء، قالها ما عطيتك، قالت له شوف يا وليدي انا هذيك الورقه اللي عطيتها لي رحت للدار حطيتها في كاسمه خلط 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 وشربتها، قالت له بريتني لاباس. هذه هي هذه على قوة المعتقد، هذا يسموه الاستشفاء بقوة المعتقد. هذا اللي يأمن بالمعتقد تاعه ويقوي المعتقد تاعه على بالنا بلي حينجح في حياته. شوف المعتقدات الداخلية تاعنا اللي في نفوسنا كي نقويوها، واش المعتقد وشنو هو؟ المعتقد وشنو هو؟ المعتقد هو فكرة احنا درنا لها أدلة. كي نقول مثلا أنا نقدر نقرأ وننجح في قرايتي، تنجح، هذه معتقد ولا فكره؟ فكره هذه فكره 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 صحيح. الفكره دير في بالك باللي عمرها ما تحركك، لازم تزيد لها دلاله. صحيح كررها في نفسك باللي انت تقدر تنجح، او تكررها اعتقاد ودير لها ادله، دير لها ادله خطوات لهدف صحيح، دير لها ادله. مثلا قال انا قادر نتعلم، مثال انا قادر نتعلم، هاو نعطيك تفكر اي حاجه تعلمتها في حياتك، تعلمت الحروف، تعلمت الحروف واحد زائد واحد صحيت، معناها هذه اللي تعلمتها قادر نتعلم حاجه واحده اخرى غيرها، تعلمت الكتابه الخط هذه اللي تعلمتها قادر، كنت تعطيها اربعه خمس ادله لهذيك الفكره تولي معتقد، والمعتقد هو اللي يرسخ، والمعتقد هو اللي يجيب الفعل، هو اللي يجيب السلوك، لان الفكره كي تبقى محايده ما تجيبش سلوك. واش حاب يقول ايهاب؟ انه تعزيز الثقه بالنفس تكون اني يكون عندي معتقدات قويه في نفسي. بصح انا حبيت نعاود نرجع لمساله المقارنة، نتوقفوا على المقارنة خلاص، ما نزيدوش نقارنوا نفوسنا بواحد اخرين. انا يا انسان قائم بحد ذاتي، وربي خلقني في هذا الحيز الزماني والمكاني باش ندير حاجة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الحاجة اللي ربي خلقك من اجلها راهي تسنى فيك، انت فقط امن بروحك وديرها، لان كثير من الناس ربي خلقهم باش يديروا اشياء لما ما امنوش بنفسهم وما اعتقدوش في نفسهم راحوا فارقوا هذه الحياة وما داروا حتى حاجة فيها، وسيحاسبون غدا بين يدي الله يوم القيامة. عبدي انا خلقتك لهذه الحاجه علاش ما درتهاش؟ تقول له ربي لان ثقتي بنفسي كانت ضعيفه. يقول لك ماشي كنت قادر تعزز ثقتك بنفسك، قوي ثقتك بنفسك. وحبيت نطرح الان سؤال اخر قبل ما نطرح برك هذا السؤال. روح استاذ، شحال كان كي ندخل المقابر شحال كان من ميت مات ودفن معه الاحلام تاعو والقدرات تاعو وما تحققش؟ اغلبيتهم ما، لان كل واحد ما كانش واثق من نفسه، ما كانش داير معتقد بلي حينجح ويحقق الحلم. كيما يكونش واثق من نفسه يقول لك انا نعيش حياه بسيطه وبيت بسيط، نعيش برك بساطه كلمه بساطه، نعيش تاع نعيش، يقول لك نعيش بقانون اش تي ام اللي هو حشيشه طالبه معيشه، حشيشه طالبه معيشه ولا ارم تي دي، يحب يعيش بقانون حشيشه طالبه معيشه. اما الواثق بنفسه يعيش بقانون
إما أن نكون أو لا نكون أو نكون ما عندوش لا نكون الواثق بنفسه هذه مبدا نحيا أستاذ إما أن نحيها لا نكون هذه كاع ما كانش لأنه نقول لك حاجة ما كان حتى واحد يخليك تكون وما كان حتى واحد يخليك ما تكونش إلا نفسك فقانوننا اللي نمشي به في الحياة هو إما أن نكون أو نكون أو نكون عودة أو نكون إما أن نكون أو نكون أو نكون قولها تشوف لطفي إما أن نكون أو نكون ما فيهاش حديث إما أن نكون أو نكون اللي راهم راحين يقولوا آراءهم في المسألة هذه أم يقولوا إما أن نكون أو نكون نروحوا نسمعوا لهم ونعود ونرجع إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله الثقة في النفس هي حاجة دونك لازم الإنسان يكون عنده يكون واثق في نفسه الثقة في النفس هي حاجة تدخل في الشخصية شخصية الإنسان دونك لازم رجال يكون عنده ثقة في نفسه وتصرفات كل حاجة ديالو يكون واثق باللي مقتنع عن قناعة باللي راه دار متحمل المسؤولية تاعه ما عنديش ثقة في النفس ما عنديش ثقة ما نثقش بروحي بزاف ما فهمتك يا اخو صديقهم كل واحد وكيفاش يا اخو كاين اللي واحد يثق في نفسه بزاف ومع الاخر ما يفريهاش وكاين اللي يثق بنفسه ويفريها كما باغ اكزومبل كما انايا ما نقدرش يا اخو ما نقدرش نثق بنفسي ما نديرش روحي ثقه بزاف وسو كندير روحي ثقه بزاف ما نفريهاش على بالي بلي الطريق ما تخرجنيش لو كندير في روحي ثقه بزاف وكل واحد وكيفاش يا اخو واحد مخرجو يا هذه هي يعني خبنا الثقه الثقه بالنفس تجيب بالايمان الايمان بالقدرات الايمان ب بالمجتمع اللي راهو عن معاك والايمان بالاشخاص اللي راهم دايرين بيك عندي ثقة في نفسي وعندي ثقة في ربي ما كاش كيما ربي سبحانه الواحد كيما نقولوا لي يطيع ربي ويطيع والديه كاع ما يخافش في الدنيا هذه والواحد كيما قلت لي يتبع كلام ربي سوا سوا كيما قال ربي ما يخافش في الدنيا هذه يمشي يعيش لاباس به انايا ما نقولكش بزاف عندي ثقة عندي ثقة واحد 80% هاو شكون عطاها لي شوية من الدين شوية من الوالدين وربي سبحانه باين نعود إلى محور نقاشنا ويبدو لي أنا نعود نطلب منكم السماح للمرة الألف صحيت أنا في هذا الموضوع أنا استأثرت بزاف بالحديث وهذا كله من باب الفائدة فقط بحكم الخبرة بحكم أنني أن الثقة بالنفس هذه دربتها أكثر بلك من 1000 مرة وحضروا معايا فيها في دورات بلك أكثر من 10,000 شخص ولا حاجة فبحكم الخبرة بكراني إن شاء الله نحاول نفيد لأن كاين بعض اللي يشاهدوا فينا من أولادنا من المراهقين والمراهقات ثقتهم بنفسهم راهي اهتزت ماذا بينا ننفعهم بإذن الله تبارك وتعالى إحنا دائما في حلقاتنا قاع نفعناهم بحول الله وقوته إن شاء الله حبيت نطرح لكم سؤال اللي هو سؤال مهم جدا اللي هي ما هي الفوائد التي سيجنيها المراهق عندما يقوي ثقته بنفسه؟ الاطمئنان يثبت ذاته هو يثبت الذات الاطمئنان صح يكون شخصية يدير بصمة في التاريخ يعني في تاريخه يكون شخصية ويخلي بصمة في حياته يخلي يعني قال يا ودي هذا يحقق أحلامه يخلي يعني يتفكره مرة ما يموت صحيح يزرع يحقق أحلامه ثقته في النفس صحيح ثقته يشوفوه ماشي كما جا كما راح الثقة اللي عنده هو بثقته في نفسه حيخلي ناس واحد اخرين يديروا الثقة في نفسهم استاذ يدخل في لائحة الناجحين في الحياة ماشي كما جا كما راح يدخل في لائحة الناجحين في الحياة صحيح يبدع ماشي كما جا الدنيا كما يروح يبدع لطفي قلت كلمة مليحة قبيل انا سمعتها ينجح في حياته بالضبط ينجح في حياته بكل يعني بكل تفاصيلها الواثق من نفسه ينجح في حياته بكل تفاصيلها احنا ناس مسلمين دائما لازم نضيفوا لها في الاستعانه بالله خاطر مهما كان لو ربي ما يعاونكش كلش هذا دير واش درت ما كان حتى حاجه شوفوا الان ماذا بيا تعيشوا معايا واحد القصه باش تشوفوا فيها فوائد الثقه بالنفس هذه القصه هذه هي قصه خياليه ألفها واحد الكاتب قوي جدا في حاجة اسمها التطوير الذاتي والحديث عن الثقة بالنفس والقيادة الذاتية القصة هذه نحكيها لكم صح ماذا بيا تركزوا معايا فيها تعيشوها هذه كان واحد الراجل يخدم في مكتبة علاش راك مغمض عينك انت تخيلها صحيح حبيت تتخيلها نخليك تخيلها بقى ما تغمض عينك
غير حل عينيك وشوف فيها تخيلها كاع ما تحيرش نفسك. كاين واحد الراجل كان يخدم في مكتبه. هذاك الراجل كان كيدخل العمل تاعو يدخل في حاله تاع واحد ثقته بنفسه مهتزه. معناها الكتفين تاعو هابطين لتحت، عينيه هكذا هابطين لتحت، الهضره تاعو ما يسمعهاش، كون يهضر مع واحد قريب ليه ما يسمعوش. هيئته حتى الطريقه تاع العمل تاعو. جول الوقت كانت عنده واحد الكرتونه هكذا يروح يديرها تحت واحد الدرجات ويجي تما يتكسل، كيحوسوا عليه يلقاوه عارفين وين يلقاوه يجيبوه. قال هو يخدم في مكتبه، مكتبه فيها نشاط، الناس تجي تشري ويسلفوا كتب. هو المهم كان في حاله تاع ثقه بالنفس مهزوزه. كان عنده واحد صاحبه يخدم كما هو، عنده بنفس الراتب، الا ان هذاك ما يحبش ملي يدخل الصباح هو في العمل يوزع الكتابات، يستف الكتابات، كي يكون ما عنده حتى خدمه يروح يحكم هكذا قطعه تاع قماش وينقي هذاك ينقي يعني الزجاج تاع المكتبه تاعهم، المهم ما يحبش. واحد النهار هذاك صاحبنا اللي ثقته في نفسه مهزوزه راح عند هذا الشخص الناشط هذا، قال له والله غير حبيت نسالك سؤال. قال له قول لي برك، انا وياك نخلصوا كيف كيف، انا وياك نخدموا كيف كيف، انا ماني قادر ندير حتى حاجه، راني كي نجي للخدمه راني نجي للخدمه ما نجيش نخدم، نجي فشلان، نجي تعبان، حديثي الداخل على نفسي مهزوز، انا ثقتي في نفسي مهزوزه، ما نقدرش نخسر اصلا في المراه، ما نقدرش نشوف في روحي، كاره نفسي. قال له انت قول لي بالله عليك النشاط هذا كاع منين جايبه انت، منين راك تجيبه؟ هذاك صاحبه قال له انا كنت متاكد انه يجي النهار وين راح تطرح عليه هذا السؤال هذا. كان يسنى فيه. وقال له نقول لك واحد الحاجه، انا تاني كنت كيما انت، كنت بالسيف باش نجي للخدمه، وكنت نخدم نهار ونتوقف اسبوع. قال له واحد النهار تلاقيت مع واحد الانسان، شفته كان في حاله تاع نشاط وقوه، وحسيت بلي هذاك الانسان الحاجه اللي كانت تحرك فيه داخله انا عندي بصح ما اكتشفتهاش وشنو. قالوا هذاك الانسان بعثني قريت عند اربع معلمين في نهار واحد، في التعليم قريت عندهم عند اربع معلمين، كل واحد فيهم علمني خمس مبادئ، معناها ولو عندي خمسة في أربعة عشرين مبدأ. قالوا راني عايش بهم في حياتي وهذو اللي خلوني راني الآن عندي ثقتي في نفسي وكل شيء. وشنو معنى شي مبدأ؟ راني جاي المبادئ العشرين هذه ما نقدرش نحكي عليها قاع، بس راح نحكي على حاجة واحدة اللي تخلي الإنسان يسترجع ثقته في نفسه. هذاك تشوق قال له انا تاني لو كان نصيب نقرا عند المعلمين هادو اللي قراوك. قال له والله غير سهل بسيط جدا، كي تحب تقرا عندهم سهل بسيط، بصح هاد المعلمين قبل ما تروح تقرا عندهم يديروا لك اختبار، ان تيست، نجحت فيه تروح تقرا عندهم مده يوم، ما نجحتش ما يقدروش يقروك. قال له وقتاش اني متشوق وقتاش تديني باش نروح نقرا عندهم؟ قال له خير نهار انت اللي حبيته. قال له غدوه. قال له خلاص غدوه نهايه الاسبوع ويكاند نهاية الأسبوع عندنا الوقت تروح تقرأ عندهم. قال لهم صاحب شرط لازمك تدير في بالك بلي عندك الاختبار الأول اللي تجوز عليه. قال لهم ما كان حتى إشكال. قال لهم لا تعادي وتعادك موعدنا قبل الفجر، نتلاقاو الصباح قبل ما يطلع النهار، والاختبار تاعك راح تديره قبل ما تطلع الشمس، ويخلص بعد ما تطلع الشمس، ومن ثم تروح عند المعلمين إذا كان نجحت تروح تقرأ عندهم، وبإذن الله العشية راح تولي إنسان آخر. لأن نقول لكم واحد الحاجة، أحيانا يقدر الإنسان يقرأ نصف ساعة حياته تتبدل، يقدر الإنسان يسمع كلمة واحدة حياته تتبدل. الصباح هذاك تتخيلوا أنتم صاحبنا هذا في الليل رقد ولا ما رقدش؟ ما رقدش. لأن نقول لكم واحد الحاجة، الحاجة اللي ما تخليكش ترقد هو لما تعرف باللي غدوة أنت راك راح تسترجع قدراتك وراح تسترجع ثقتك في نفسك. والله ما ترقد غدوة من ذاك، لأنك راح تولي إنسان آخر، إنسان سيصنع النجاح حقيقة. كي جاي دقدق له هذاك الصباح لقاه قدام الباب، هو غير دقدق الاول فتح له الباب، قال له غير الخير؟ قال والله ما رقدت لي الكامل، راني نستنى فيك. قال له انا والله غير رقدت وانا جيت في الموعد. انطلقوا قعدوا يمشوا قعدوا يمشوا. في الاول كانت الضوء تاع الشارع الاناره العموميه، ومن بعد دخلوا في واحد المكان ما فيش ضوء. هذاك صاحبنا عرف وين كان دايو السيد، كان دايو في الطريق تاع المقبره. قال له ما تخلع ما والو، قالوا الاختبار تاعك راح تتلاقى مع انسان داخل المقبره اللي هو موش واحد من المعلمين، هذا اللي يدير لك الاختبار. تدخل داخل المقبره ودير الاختبار
وتخرج إلى نجحت في الاختبار أهلا وسهلا، ما نجحت ما كان حتى إشكال. هي قضية المقبرة، في المقبرة فيها رمزية، إحنا باش نحو حاجة من بالكم، خطر إحنا كاين بزاف ناس كيسمعوا المقبرة يجيهم الخوف. علاش يجيك الخوف المقبرة؟ حال علاش يجيك الخوف كي تسمع المقبرة؟ المقبرة حاجة اللي قاعد نروحوا ليها، رب العالمين راه يسترنا تحت الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا لو كان ما ندفنوش بعضنا بعض، اي تخيلوا صحيت الواحد يولي ما يقدر ما يقدر يعني نقولوا ما نقدروش نعيشوا في الكون هذا. رب العالمين دارنا سترة، واللي علمنا هذه السترة شكون؟ غراب. غراب غراب علم وليد آدم كيفاش يستر خوه اللي قتله. فلما وصلوا للمقبرة قالوا أنا هنا نحبس، أنت تروح تفتح الباب تاع المقبرة وكانت الظلمة وتدخل، قالوا راك راح تسمع خشخاشة هكذا وتسمع واحد يعيط لك بصوتك بأسمك، يعيط لك بأسمك. قالوا تقرب من الصوت كي تلحق ليه راك راح تلقى هذاك الإنسان ويدير لك الاختبار. ويبدو لكم حابين تعرفوا الاختبار واش شكون هذا اللي كان يعيط اللي عيط له؟ هو واحد يدير له اختبار، واحد راجل راجل انسان، ما تخيلي حتى حاجه اخرى، ما كان والو والو والو، ما كان والو، انسان هو اللي راح يدير له اختبار، هذا مكلف يدير له الاختبار. صح، ايه هذا ما يروحش عقلك بعيد، انسان. فتح الباب تاع المقبره كانت الظلمه، كان يسمع الخشخشه تاع رجليه، الصوت تاع رجليه، خلى الحشيش كان يابس، ومن بعد بدا يسمع واحد يعيط له باسمه، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان. لحق ليه ما شافوش في وجهه، قال له شوف راه في قدامك كاين زوج حفرات، زوج قبور محفورين ما فيهم حتى حاجه. قال له في الاول تدخل في القبر اللي يجيك على الجهه اليمنى، انا راح نشعل لك الضوء، تلقى واحد الحاجه راهي في التراب، اجبدها ومن بعد نقول لك واشنو. دخل داخل الحفره الاولى في القبر الاولى يعني ما فيه حتى حاجه، قاعد يحوس في الارض بيده حتى يشوف خشخ هكذا صوت تاع ورقه، جبد الورقه هكذا كيما هكذا الان، شعل له هذاك المصباح الضوء، قال له قرا واش مكتوب في الورقه. قرا الاتي: عشرة اشياء يندم عليها الانسان في اخر لحظه من حياته. قال له كاع كي نجوا نموتوا، في الورقه هذيك تقولنا باللي كاع كي نجوا نموتوا كاين 10 حوايج خليناهم في الدنيا راح يندموا عليهم. قال له اقرا العشر الحوايج راح تندم عليهم. بدا يقرا، الاولى أن تصل إلى آخر لحظة من حياتك وأنت تدرك أن الصوت القوي الذي كان بداخلك لم ينطق قط. صوتك الداخلي القوي ما خليتوش قاع يهضر، اللي كان يهضر شكون؟ صوت الضعيف. صحيح. قالوا أن تصل إلى آخر لحظة من حياتك وأنت تدرك أن القدرات التي أعطاك إياها الله عز وجل لم تستعملها. قال أن تصل إلى آخر لحظة من حياتك وأنت تدرك أنك لم تكن بناء للآخرين بل كنت هداما لهم، ما كنتش تبني في الناس، كنت تهدمهم بالانتقادات. أن تصل إلى آخر لحظة من حياتك وأنت تدرك أنك لم تجازف في حياتك قط، وأن الحياة لا تعطي هدايا لمن لا يجازفون. الناس الخوافين اللي عندهم الخوف وما يقدروش يقتحموا الأشياء، هادو الحياة ما تعطيهمش هدايا. لا في نو دون با دي كادو للناس اللي عندهم الخوف، ما يقدروش يجازفوا. جازف في الحياه، علاش تخاف؟ اصدم 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 عليهم. الحاجه الخامسه قالوا ان تصل الى اخر لحظه من حياتك وانت تدرك انك لم تستعمل فيها فرشاه الاتقان واكتفيت فيها بحياه الرضا بالقليل. معليش اللي جابها ربي هذيك هي صحيت. السادسه قالوا ان تصل الى اخر لحظه من حياتك وأنت تدرك أنك لم تستطع تحويل المحن إلى منح. كاع المحن اللي تفوت فيهم في الدنيا لو كان تعرف بلي هذوك المحن جاو باش يربوك يقروك. وين وصلنا؟ السادسة. أن تصل السابعة، أن تصل إلى آخر لحظة من حياتك وأنت تدرك أنك كنت تنتقد الآخرين ولك ولم تكن تمتدحهم. أن تصل إلى آخر لحظة من حياتك وأنت تدرك أنك لم تستطع اكتشاف التميز الذي خلقت به. أن تصل إلى آخر لحظة من حياتك وأنت تدرك أنك لم تستطع إخراج القائد القوي الذي كان بداخلك، لأن كل داخل كل واحد فينا كاين قائد قوي، ليدرشيب، قائد قوي. كاين بعض الناس يخرجوه وكاين بعض الناس ما يخرجوش. قال له الحاجة الخامسة العاشرة والأخيرة، أن تصل إلى آخر لحظة من حياتك وأنت تدرك أنك عشت فيها كما أراده لك الناس ولم تعش فيها
ما أردت أن تعيشه أنت. كي شعلوا الضوء في عينيه لقاه يبكي، قال له الآن روح للقبر الثاني، دخل جبد قاعد يحوس، لقى تاني ورقة تانية يقرأ فيها: ما هو الشيء الذي يجعلك لا تندم على هذه الأشياء العشرة في آخر لحظة من حياتك؟ قال له اقرأ. قال: أن تتخذ قرار التغيير وأن يكون قرارا حازما. قال له الآن راك حاب تكون من هذوك الناس اللي يندموا على هذ العشر الحوايج، ولا حاب تكون من الناس اللي ما يندموش وتتخذ قرار أنك تغير حياتك؟ خرج صاحبنا من القبر ثاني وقال له: أتخذ قرار أنني سأتغير في حياتي. قال له: ماذا بتاخذ قرار؟ راح بعد شوية تطلع الشمس، أرجع عند صاحبك، راح يديك عند المعلم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وسيعلمونك شيء يسمى كيف تقوي نفسك، كيف تقوي ثقتك بنفسك. وهذا الثقة بالنفس هي الشيء اللي هضرنا عليه الآن. عزوا ثقتكم في أنفسكم بالحديث الإيجابي، عزوا ثقتكم في أنفسكم بالتركيز على نقاط القوة تاعكم، ما تركزوش على نقاط الضعف، لأن كل إنسان عنده نقطة ضعف. عزوا ثقتكم بنفسكم بحاجة واسمها كسر حاجز الخوف، لأن اللي خاف ثقته بنفسه عمره ما تعلو. فقط أختم بالآتي: بين ثقتي بالنفس والغرور كاين خيط بسيط نعطيه لكم باش الواحد ما يخطرش في الدنيا هذه. الواثق من نفسه يسمع للنصائح تاع الآخرين، والمغرور لا يستمع إلى النصائح. نزيد حاجة معليش، والله غير قبل الخيط زيدها ونختم. لا قال لك هي كاين حكمة، هو مقول لإنسان نسيت اسمه، قال لك: إن لم تفعل شيئا في حياتك فأنت زائد. ما أنت واحد لما تخش في نفسه ما أنت راه زائد في هذه الدنيا. هذه قالها صادق الرافعي. نعم صحيح. قال: إن لم تزيد شيئا على الدنيا فأنت زائد عليها. وإحنا ماذا بينا ما نكونوش زائدين في هذه الدنيا، لازم قاعد نخدموا قاعد نثقوا بنفسنا. قلنا أحسن كلمة أختم بها هو أن نزيد شيئا إلى هذه الحياة. إلى ذلكم الحين وإلى أسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.